بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. استجابة للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، اليوم جينا كنندوا بالأوضاع اللي كيعيشها قطاع غزة واللي كتعيشها فلسطين عامة. فراه لا يعقل أن الشعوب في الساحات والجيوش مرتاحة، فراه لا يعقل أن الأنظمة العربية في حياد، راه هذا الشيء لا يعقل. حنايا كمغاربة، أنا كطالبة مغربية كنندد بهذه الأوضاع، وأنا أناضل من أجل فلسطين، من أجل تحرير فلسطين، من أجل شهداء فلسطين، من أجل النساء العزل اللي كيتقصفوا يوم ليلا نهارا وتحت الأنقاض، حوامل كيولدوا تحت الأنقاض ولا يحرك ساكنا. للأنظمة العربية من المغرب فإلى الأمام، لا يعقل أنكم تبقوا ساكتين. فراه الخزي والعار لكل الأنظمة العربية، الخزي والعار لأي واحد بغى الحياد مع الكيان الصهيوني الغاصب اللي يغصب النساء، يقتل الأطفال. فلا يعقل هذا الشيء، وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنوقفوا هذه الوقفة هذه اليوم تنديدا بالهجمة الصهيونية الإخوان ديالنا في فلسطين في غزة بالخصوص، وكنندوا بالصمت ديال المنتظم الدولي والصمت ديال الأنظمة العربية والأنظمة الإسلامية المتواطئة. فالحياد في الأوقات التي لا يجب فيها الحياد فهو تواطؤ مكشوف من هذه الأنظمة العميلة التي تسوق لهذا الكيان الصهيوني الغاشم الذي تمدد بتطبيعها في الوطن العربي وفي الدول الإسلامية جميعا. وهذه الوقفة ديال الهيئة المغربية للدفاع عن قضايا الأمة، فتنديدا بهذه المواقف المخزية والمواقف المذلة التي تدل على أن هذه الأنظمة بعيدة كل البعد عن شعوبها ولا تعبر عن ضمير الشعوب الإسلامية التي تندد وتخرج في جميع الأماكن، بل في العالم كامل الحر الذي يندد. وللأسف نلاحظ أن في الرأي العام العالمي يندد بهذه الهجمة الشرسة على الإخوان ديالنا في غزة، ولكن الأنظمة العربية والأنظمة الإسلامية فهي صامتة وساكتة بل متواطئة. ولا يسعنا إلا أن نمدد في هذه الوقفة وفي سائر الوقفات بكل هذا التخاذل وهذا الذل الذي عممته هذه الأنظمة على الشعوب التي تتوق إلى الحرية والتي ترغب في أن تكون منطلقة وتتحكم في مصيرها بإيديها. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.